أختنا تقول بعض الآباء يغصب ابنته على الزواج من أبناء عمها علما بأنهم لا يصلون، هل إذا رفضت الفتاة الزواج هل تعتبر عاقة لأبيها علما بأن الأب مصمم على ذلك الزواج؟ ولي المرأة مكلف بأن يرعى مصالحها، طيب، وأن يختار لها الكفء الصالح في دينه وفي خلقه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. النبي صلى الله عليه وسلم علق التزويج، خاطب الأولياء وعلق التزويج بالأمانة والخلق، يكون علق التزويج بالدين والخلق، طيب، أن يكون صالحا في دينه، مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى، متجنبا لما حرم الله عز وجل، وفي أخلاقه بأن يكون ذا سيرة حسنة وسمت طيب ومعاملة طيبة ومعاشرة طيبة مع زوجته، سواء كان من أبناء عمها أو من غيرهم. طيب. أما حجرها على أبناء عمها فهذا محرم ولا يجوز. طيب. وظلم لها، هذا ظلم لها وعظل لها، بل الخيار لها هي. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لها هي، فلا تزوج بمن لا ترضاه. أمر صلى الله عليه وسلم بمشاورة المرأة في تزويجها، ولا ترغم وتجبر على من لا ترضاه، كذلك لا ترغم على أبناء عمها إذا كانت لا ترغب فيهم، لأن هذا ظلم لها وسلب لاختيارها. أما إذا زوجها بغير مستقيم في دينه فهذا حرام، وإذا كان هذا تقصير في أمور الدين يتوصل إلى الخروج من الإسلام كترك الصلاة فإنه لا يجوز أن يزوج، لأن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، ولا يجوز أن تزوج المسلمة من كافر لا ابن عمها ولا غيره. قال تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. قال سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم. وتارك الصلاة متعمدا كافر، لا يجوز أن يزوج من بنات المسلمين سواء كان ابن عم من المرأة أو من الأجانب. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا رفضت مثل هذا الزوج فليست عاقة لأبيها؟ إذا رفضت الزواج لمن لا ترغب فيه فهذا من حقها. طيب. وليس هذا عقوقا لأبيها. طيب. نعم. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.